لا هسه يصير ماشي يصير ما اطيح. عم قال لي تخبات شن ما يطيح كيف ما شنو. جتني حالة عصبية ما اعرف صار بي. قمت خبرته وحكيته هو بشو هيج وهيج. قال شنو قلت له هيج وهيج من ابوك تجي تنتحر صحيح انا احكيك الصدق ضربت نفسي احكيها طق طق هاي راح تربي دي بعد يعني بالعصبية ما اعرف يعني هاي ما صار بي وجيت اقتل نفسي بس هو حكاني يا اللي صبري هنصبر على نفسي. قلت له ولا هيج اسبوع اسبوعين ثلاثة اسابيع طفى ما اعرف انا يعني الطفره حصلت بساعه يوم وليله مثلا يوم بالليل قال راح نصفر الصبح طفر ما اعرف يعني احنا نصفر يعني قال لي نصفر بس ما قال لي الوقت هو مين منا حاكي ابوه بالموضوع قلت له برجع مثلا حاكي ابوه بالموضوع ابوه ما قال له ما اخذ لك لو ما ادري شو صار فهو سوى اخر حل طلعنا من البيت تقريبا الساعه بالخمسه 55 دقيقة مو بالستة كلش طبط بدلت أنا وطلعت قبل كم يوم؟ قبل 9 أيام يصادف بوقت 4 كتبت رسالة لأهلي إن أنا حنتحر لحد الآن كل رسالة لأهلي محتفظين بس ما عادي أهلي قدموا دعوة ما قدموا ما أعرف كش ما بس هسه سمعت الضابط فصدم إن أهلي ما مقدمين دعوة لا أهلي مقدمين دعوة ما مقدم لا مقدم كم؟ اي فعني واللي صار هناك اللي صار صحيح غلط بس شنسوي ساعة شيطان